لا شاريع لا كهرب بجبله مي ماكو ابدا مو برايم. وهذا انا هالخاجه بتك فلوس ما عندي تروح على الطبيب. احنا ما نحال يابا ما حد يداعي بينا ولا حد فطاننا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك احنا عراقيين. الفضائي صلاح الدين برسال دزيت واشتيلهم حال العدايم يا حالي مية جليب وقفرة دهن زيت وبس الله غفار يعلم بحالي تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت ولا الحطب شقق جدايد ذيالي وبشي بعبرة وبالعبرة تهجيت. تعباني حبيبي وما عندي غير الله وهو الشباس وهاي اسمها قفاك السلادة ما عندي غير رحمة الله. ماكو احسن من رحمة اي والله عند رحمة الله الله كريم. أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل وأرق تحية وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية برنامج بين الناس. أعزائي المشاهدين من خلال شاشة صلاح الدين احنا دائما نستقبل اتصالاتكم عبر هذه الشاشة لغرض معالجة كل القضايا اللي يقدمها مواطننا ونجعلها أمام طاولة المسؤول. حقيقة دائما من خلال الأسبوع البرنامج يعرض يوم الخميس الساعة 9 إلى يوم الخميس احنا نستقبل كل اتصالاتكم في سبيل المعالجة. برنامج بين الناس دائما معكم ودائما مع كل أحبابنا في العراق وفي محافظة صلاح الدين. خلينا نشوف وياكم اليوم حلقة جديدة من برنامج بين الناس. خلف الله على المحافظ والله يخلف عليه ويخلي له ولده. الله يبارك يعني حكى ويا كلهم وقال لي حج اقعد وما حكى وياي نهائيا. الحمد لله وكلهم احترمونا وكلهم قدرونا والله يقدرهم ويوفقهم. راحوا لهم اربعه والطحين مالهم حتى نقولها لو نعيب علي. اي من جينا من التهجيره اني ادفع واجيب لهم اياه ما عندهم لله حالهم حال طحيني هاي وحدهم يدرون. بعدها قال راح انا مو طلعان متباشر ما عند مدرسه بعدها لو طاب بالغرفه لو ما طاب وقعت عليهم. والله أنا هين قمت من الغرفة متمهندة عليهم شلون هالصبها علي وعلى أمه وعلى رحت فزعت العرب علي جمع تلحقوا. هذا توالي الشباك توالي شين كوة وهذا بهالحياة هذه وبهال بهالدنيا هاي. والله شو سووا هذه أكو ناس خيرة حقيقي خابروني يريد يزكوني صدقون في سبيل الله ما يندلون المكان إحنا نجي يعني حتى ندليهم إن شاء الله عليكم. الله يسلمك الله يعوضك. وما عنده والله كتايب 10,000 بس راح من الفجر تا يجينا بالليل. والله 10,000 أشوف ليش هذا حال ما عندي صحة لا يقومون يقوموني ويجيبون غار والخبزة ما أقدر أروكها إلا يسدوا لي حلب وشيء تحيتها. عندي سكر وعندي ضغط وعمي ما أشوف. Thank you.
أعزائي المشاهدين، حتى ما نروح بعيد عن هذا الموضوع، كثير من الاتصالات يجينا أكو هناك جمالية في المدينة، إحنا نشوف أكو اهتمام من قبل المسؤول إلى مدينة تكريت. ليش؟ هي مركز محافظة صلاح الدين، أكو جمالية. يعني بديك الحلقة إحنا نشكر كل الأخوة القائمين في بلدية تكريت، أستاذ أنس، أستاذ أحمد، يعني مدير الخدمات، يعني رأساً أكو استجابة لموضوع قدمناه. اليوم يعني اتصالات كثيرة تجينا عبر برنامج بين الناس، يعني أكو هناك حقيقة فشيء يعني المواطن يلمسه من خلال كل الأخوة الموجودين، أنه أكو دا يصير جمالية بزرع بعض النباتات النخيل داخل مدينة تكريت. نشوف فرا فترة هذه النباتات وهذه النخيل بدأت تنتهي تموت، ماكو مراقبة. يعني دزونا الصور وقالوا هذه يعني الصور وهذه اللقطات موجودة في الجزرة الوسطية اللي هي تبدأ من قيادة شرطة تكريت إلى تقريبا بداية السيطرة القرب الجامعة. يعني حقيقة أنا اتصلت بوقتها بالأخ عمر الجراد إن كان مدير بلدية تكريت، قال هذه ما أخذيها مقاولة، ويعني مو البلدية ما لها علاقة بالموضوع. إحنا حقيقة هذا الموضوع سواء كانت للبلدية أو سواء كانت خارج البلدية، إحنا نريد فد معالجة سريعة. يعني شوف هذه النخلة العملاقة الجميلة اللي جابوها بفلوس، يعني واحد من أحد الأخوان يقول النخلة توصل بالأربعمية بالخمسمائة ألف ويجيبوها من يمكن من واسط أو من مناطق الجنوبية. زين هذه حمل ونقلها وزراعتها وتعبها، نشوفها هاي واقفة ومددية من فوق وميتة. طيب ليش؟ يعني حقيقة الناس تتأذى تشوف أنه هذه النباتات تحتاج كما يحتاج الإنسان والحيوان، يحتاج الماء والترتيب. لذلك نخليها أمام من يهم الأمر. من هو يهم الأمر؟ مدير البلدية، السيد المحافظ، من هو هذا الموضوع يهتم به؟ فحتى تكون جمالية أكثر وأكثر. أعزائي المشاهدين، حقيقة برنامج بين الناس زار دائرة التقاعد العامة، اتصالات كثيرة عن هذه الدائرة، رغم أنه أكو 25% من وجود الموظفين، بس زرنا شفنا آلية العمل، شفنا الأسلوب اللي دي يقدموه الموظفين، شو يحتاجوا من عندنا كل الأخوة المراجعين ترويج المعاملات. خلوا نروح وياكم نشوف دائرة التقاعد في صلاح الدين. أعزائي المشاهدين، في دائرة التقاعد في صلاح الدين، يعني حقيقة رغم الظروف الصعبة لكن نشوف المواطنين يعني زخم على هذه الدائرة لغرض المراجعة، يعني للتقاعد، للرواتب المقطوعة، لكل الأمور. فالحقيقة نشوف هنا موجودين يعني الموظفين، رغم أنه يعني 25% الدوام، لكن نشوف الكل متواجدة في سبيل يعني أكمال كل المعاملات التقاعدية. الحقيقة يعني رغم وجود هذه يعني المشاكل الجائحة، لكن نشوف يعني استمرار الدوام وأكثر من 25% من الموظفين في سبيل إكمال هذه المعاملات وتسهيل مهمة المواطن. هاكم أبو الله. أبلا أش اسمع. حمد. إيه. عيني. حبيبي. زاهد. 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 يحتاج كتاب أدلة جنائية ومسألة عدالة لو ما يحتاج. لا بعدين من صدام يجون سلكم مسألة عدالة. فرحش عندك. بس. ما نحاي خذ أنت خذ أول حلقة. إيه عادي عادي. فرحة. فرحة. شو عندك؟ والله عندنا هالحجيت يسوي البطاقه ما تتحوله، فحالونا علي قال بس يجددونه. جيب لنا الصور وجيب لنا طلب وتعال. صور وطلب؟ ايه. استنى انا عندي طلب فروقات وصلت. مشينا مال المدن العسكري. هويتك امك الله يخليك. هي الفايل مال الشهيد. هذا؟
هاي شوف الايام الارهاب هي مالتي الفايل خذ الظاهر؟ تعال تعال عامر عامر لا ذاك الفوق يمكن عادي عادي ما نحن نسوي المسرح نلتقي بالاستاذ حمد الجواري مدير هيئه التقاعد حياك الله استاذ بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله وبارك الله بكم يا المتابعه القيمه لدوائر محافظه صلاح الدين بالنسبه لعمل محافظه التقاعد محافظه صلاح الدين العمل مستمر ولم يتوقف نهائيا حسب توجيهات خليه الازمه وتوجيهات السيد محافظ صلاح الدين بان يكون الدوام 25% واستقبال المراجعين ولكن لوجود هذا المرض اليوم تم غلق القاعة واستقبال المراجعين عن طريق الشباك الخارجي واستقبال وجبة بعد وجبة لإكمال المعاملات التقاعدية بالنسبة لهيئة التقاعد الوطنية لا يوجد عندنا تأخير إطلاق للمعاملات المتقاعدين المحن على التقاعد التي وردت من دوائر المحافظة أما بخصوص المعاملات الأخرى فيتم الإنجاز لها يوميا واستلام الهوية يوميا ولا يوجد تأخير إطلاقا علما بأن موظفين هيئة التقاعد صلاح الدين أكثر من 25% متواجدين في الهيئة لإكمال المعاملات حتى لا يكون تأخير لتأخير بعض المتقاعدين وصرف رواتبهم التقاعدية في نفس الشهر يعني أستاذ حمد نشوف أنه رغم 25 لكن كل ميز أكون موجود موظف عليه لتمشية المعاملات فيعني إن شاء الله المتقاعدين يعني يلمسون شيء من خلال مراجعتهم للهيئة أستاذ وليد بالنسبة للموظفين الموظفين متواجدين أكثر من 25% كما أسلفت ولكن المتقاعدين من حقهم لأن محالين من 1/1/2020 ولحد الآن يعني قسم من المتقاعدين ما تم إسلام رواتبهم لوجهة الخامس والسادس وإن شاء الله السابع ولا يجب عندنا تأخير للمعاملات التي وردت إلينا من دوائر المحافظات اليوم نفس اليوم اليوم يوم 21/6/2020 جتنا وجبة جديدة من مدير تربية محافظة صلاح الدين وتم العمل بموجب هذه الوجبة والمتقاعد الذي حضره في نفس اليوم يسلم هويته ويتوكل على الله يعني أستاذ حمد الآن التساؤلات على موضوع المتقاعدين المواليد الجديدة يعني إن شاء الله تروجت معاملاتهم ماكو مشكلة نعم جميع المتقاعدين المحين على تقاعد 57 58 59 60 تم ترويج معاملتهم بالكامل للمعاملات التي وردت إلينا من دوائرهم نعم من دوائرهم يعني المعاملة الواردة من دوائرهم إلا حالات قليلة هناك نقص لا يمكن إكمال المعاملة إلا جلب المستمسكات التي يتم طلبها من قبل الحاسبة التي يرسل بها الاستعلام إلى هيئة التقاعد الوطنية عن طريق الباركود هناك استقبال من هيئة التقاعد الوطنية بإمكان الهيئة تنطي خطأ أم صح في حالة وجود خطأ في هاتك المعاملة يتم تبليغ المتقاعد يابا عندك نقص فلان موضوع وفلان موضوع ويجلب نفسه اليوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم حسب إمكانية المتقاعد من دائرته الرئيسية عندما يجب يستلم هويته في نفس اليوم ونفس الوقت يعني ان شاء الله ماكو اي معضله ماكو اي معضله واحنا نتحب زيارات مفاجئه لهي فرع تقاعد صلاح الدين بامكان جميع الجهات الرقابيه التوجه لهي تقاعد صلاح الدين لمتابعه العمل عن كلامنا هذا فلا يجي عندنا تاخير اطلاقا اما بالنسبه ما يخص موضوع شهداء والجرحى لا يجي عندنا معامله اطلاقا متاخره ابدا منجزه كامله وتلاحظ الموظفين قسم الإرهاب جالسين لا يوجد لديهم أي معاملة إطلاقاً إلا المتغيرات حالات توجد وفاة حالات توجد يعني طالب مدرسة أو كذا بإمكان نفس اليوم يتنفذ استمارة على الحاسب يروح على إياه إن شاء الله الموفقة لكم أستاذ أعزائي المشاهدين الحقيقة جائحة كورونا كان هناك خط بياني لهذا الفيروس نشوف في عموم العراق ليس فقط في محافظة معينة نشوف بدأت ترتفع عندنا بدأ بارتفاع خطورة هذا الفيروس وعدد الوفيات والإصابات يعني اليوم مثلا نشوف 1100 باكر صارت 1300 بعدها صار 1400 بعدها صار 1800 يعني كارثة يا أخوان والوفيات
من كانت 10 استغربنا، بعدين صارت الوفيات 20، صارت 30، صارت 40، وحقيقة يعني كارثة، وفقدنا بها يعني ناس طيبين ناس، وآخر ما فقدناه هو أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي اللي كلهم يحبوه، ما عنده أذية على الناس. بدأ نفقد أحباب يا أخوان. فإحنا الإرشادات الصحية نشوف وسائل الإعلام، نشوف كل ما موجود من يعني إرشادات تقدم من خلال الفيسبوك وسائل التواصل، يعني نريد نحافظ على أخواننا وأحبابنا من خلال هذه الإرشادات. يعني هي مو صعبة ترى، لبس الكفوف والكمامة، الانتقال من مكان إلى آخر، هذا مو صعب. هي مو على يعني بارحة كنا نتكلم على موضوع أنت تخاف على نفسك وعائلتك، يجوز أكو واحد مصاب وهو ما يدري بنفسه راح ينقل لك إياها، هذه هي المشكلة يا أخوان. يعني حقيقة حتى ما نطول عليكم، زميلنا سرمد الطائي استطلع بعض الأمور في داخل المدينة عن وضع الكمامة، وضع الكفوف، شلون دا يستقبلون هذه الحالة، شلون دا يتعاملون بالسوق الآن. يعني الأسواق مفتوحة، الأمور طيبة، بس شلون المواطن دا يتعامل من خلال هذه الجائحة. وأيضا تحدث لنا السيد قائم مقام قضاء تكريت دكتور عمر طارق شنداح عن نفس الموضوع. خلي نروح وياكم نشوف زميلنا سرمد الطائي. التزام المواطنين بقرار خلية الأزمة بتقليل ساعات حظر التجوال الصحي والتزامهم بإجراءات الوقاية من وباء كورونا جاء بأثر إيجابي على شوارع مدينة تكريت، مما أتاح لأصحاب المحال التجارية ممارسة أعمالهم اليومية بإنسيابية تامة. كما هو معلوم هذه الوباء يعني من أكثر من 4 أشهر إحنا يعني في حالة استنفار قصوى لأجل متابعة كل المتغيرات اللي تحصل. حقيقة ما حصل في مركز المحافظة تحديدا قضاء تكريت من حالات إصابة كان أغلبها هي لحالات وافدة من خارج المحافظة، سواء من المدنيين أو من المنتسبين للقوات الأمنية. قسم من هذه الإصابات كانت يعني مشخصة لدينا أنهم وافدين وضمن استمارات المتابعة، وبالإضافة إلى حالات يعني وصلت إلى القضاء نتيجة حقيقة حركة المواطنين الغير مبررة في بعض الأحيان وسفرهم إلى محافظات أخرى، في بعض الأحيان أيضا عدم المبالاة وعدم اتخاذ إجراءات السلامة الذاتية، حصلت الكثير من هذه الإصابات. في بعض أيضا بعض الإصابات كانت هي لعاملين في المؤسسات الحكومية من أقضية قريبة لمركز المحافظة تم الإصابة وانتقلت الإصابات إلى مجموعة من المواطنين. خلية أزمة على مستوى القضاء نعمل ليل نهار مع دوائرنا، بالتحديد دوائر الأمنية ودوائر الصحية قطاع تكريت للصحة، بالإضافة إلى الدفاع المدني لأجل يعني اتخاذ الإجراءات اللازمة يعني فيما حصل من إصابات. الإجراءات تتمثل بالآتي: تحديد الشخص المصاب ونقله إلى مكان العزل في مستشفى صلاح الدين العسكري، بالإضافة إلى أخذ المسحات من الملامسين لهذا الشخص، عائلته بالتحديد والمجاورين إلى وبعض العاملين معه إن كان في بعض المؤسسات الحكومية، ومن ثم نقوم بتعفير المنطقة اللي يسكن بها المواطن وننتظر النتائج اللي تصدر بالنسبة للملامسين. كل هذه تجريها خلية الأزمة، بالإضافة إلى المتابعة اليومية للنشاط التجاري داخل مركز القضاء في الأيام اللي يتم فيها حظر تجوال جزئي، ومراقبة لمداخل القضاء في الأيام اللي يحصل فيها إجراءات حظر التجوال الشامل. اليوم المرض في منحى آخر في تصاعد للإصابات، حقيقة هذا خطر يدق ناقوس الخطر للجميع لكل المجتمع. هنا من الضروري أن نتحدث بصراحة، إجراءات السلامة الذاتية يجب أن تتخذ من قبل الجميع لأجل الحفاظ على المجتمع. هنالك أصوات تصدر بين الحين والآخر تشكك في هذا المرض وتشكك في آلية انتقاله ووضعيته بشكل عام، يعني هذا الكلام حقيقة فيه يعني مبالغة كبيرة. هو مرض وبائي مشخص عالميا،
كل دول العالم اليوم تعاني من هذه المشكلة. لا داعي لل يعني الأخذ يعني اتخاذ هذه يعني الأوهام وهذه الإشاعات في سبيل يعني تثبيط العزائم المواطنين وهمتهم في مكافحة هذا المرض. ندعوهم من خلال قناتكم ومن خلال برنامجكم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات اللي تتعلق بالسلامة الذاتية، خصوصا يعني بالأساس هو التزام المواطنين لمنازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وإذا استلزم الأمر للخروج يعني على المواطنين الالتزام بالتعليمات المتعلقة بارتداء الكفوف والكمامات. حقيقة هذه الإجراءات يعني تقي إلى نسبة عالية كبيرة من الإصابات، بالإضافة لاستخدام المواد المعقمة اللي تستخدم في داخل المنازل، وبالنسبة يعني النظافة الذاتية، كل هذه الإجراءات تقلل من الإصابات اللي قد تحصل. المرض خطير، إجراءات المتعلقة بالمرض أيضا خطيرة، هنالك وفيات اليوم في محافظة صلاح الدين. كل هذه الإجراء حتى الخط الصد الأول ما يسمى بالجيش الأبيض من الكوادر الصحية العاملة في هذا القطاع اليوم فيها إصابات. لا سامح الله، احنا لا نتحدث لأجل أن نشيع الفوضى أو الخوف داخل أو الرعب في مواطنين، لكن نشير بجدية إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمات لأجل سلامة المواطنين. من هنا أيضا نوجه بضرورة اتباع هذه التعليمات في الأماكن اللي يذهب إليها المواطن للحالات الضرورية، المحال التجارية، في بعض الأحيان الأسواق المحلية. كل هذه الإجراءات يجب أن تتخذ بحذافيرها، لأن حقيقة الوباء معدي بشدة ويصيب المواطنين جميعا، وفيها لا سامح الله ضحايا يوم بعد يوم يعني تظهر فيها وفيات، وهذا حقيقة غير مرغوب وغير مطلوب. ونحن من خلال هذا جهدنا يعني نحاول المحافظة على سلامة الفرد والمجتمع. طبعا هي خطوة مباركة وتشيل من كاهل المواطن، كون أن المواطن تحمل أكثر من طاقته، تعرف محلات معزلة، إيجارات مطلوبة من عند صاحب المحل، ولهذا خطوة جيدة حقيقة تتخذها خلية الأزمة بفتح التجوال الجزئي. حقيقة لحد الآن الشارع بتكريت أو بصورة عامة بصلاح الدين متهاون بهاي الإجراءات، لأن بسبب أكو عالم مصدقة أكو عالم ما مصدقة بهذا الوباء، فأنا أشوفها حيل متهاونة. ونرجو من المواطنين يعني اتخاذ الإجراءات الوقائية بكل حذافيرها، لأن حقيقة قد نلاحظ انتشار هذا الوباء بصورة يعني غير طبيعية. والله بي عدة جوانب، أنا كصاحب محل من أفتح من 8 الصبح للستة أبو الإيجار يقوم يدور مني إيجار كامل، مع أنه هي حركة يعني كلش قليلة، وبنفس الوقت يعني تعين بعض الشريحة من المجتمع كون يعني العامل الأبو هيك يعني. طبعا نشكر خلية الأزمة على حقيقة دا يتاخذون إجراءات من صالح المواطن، بس بنفس الوقت نحب توعية تشتغل الشرطة المجتمعية الصحة توعية المواطن ضد هذا الوباء الكارثة. هم نقول والله احنا ناخذ الإجراءات مو ناخذها، بس تدري بكثر استخدام والعمل وهذا فاعتدي تتمزق وكذا، فكل ساعة نبدلها. يعني هسه بلثنا هذا جيت احنا نازع الكمامة ونازع الشو، ولا قبل شوي قبل ما تجي احنا كنا لابسين يعني ملتزمين الحمد لله. الوقاية يعني هي وقاية، يعني ما تقول لي يعني تحمي نفسك تحمي عائلتك تحمي مقابلك، يعني هو هذا الوباء موجود، فلازم الالتزام. والله نسأل الله سبحانه وتعالى ستر والعافية. أشاد المواطنون في مدينة تكريت بالقرارات التي صدرت من قبل خلية الأزمة، مثمنين دور القوات الأمنية والكوادر الصحية لما قدموه من تضحيات ووقفات مشرفة لخدمة أبناء محافظة صلاح الدين وحمايتهم من جائحة كورونا. طبعا احنا نشكر خلية الأزمة والسيد المحافظ وعلى الجهات الأمنية وكل من جاهد أو عمل بهذا الحظر التجوال الجزئي، طبعا هو من صالح المواطن ومن صالح علي كعامل وصاحب محل يفيدني طبعا، لأن أطلع أشتغل الستة المغرب يعني كلش مناسب، وإحنا نشكرهم من القلب إلى القلب على هاي المبادرة الحلوة. أحب أشكر الجيش الأبيض اللي هو الكوادر الطبية على ما يبذلوه من جهود طيبة وسهرانين ليل ونهار في خدمة المواطن. طبعا هاي الإجراءات احنا أخذناها، طبعا لازم نأخذها بالعمل وما أخذها بالبيت من تعفير وتعقيمات ولا آخره،
يعني ما مقصرين على يفترون بالشارع وينطون تعليمات للناس، وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى بأن يرفع هذا البلاء عن الشعب العراقي وعن الأمة العربية كلها. طبعا يخدم المواطن أكيد، إحنا هسه بالبيت كل بيت صلاح الدين سواء بالعراق عنده مسنين وكبار بالسن وهم اللي أكثر عرضة لهذا الوباء. احنا نختلط، يمكن تكون مناعتنا قويه بس هم يكون مناعتهم اضعف من عندنا طبعا 100%. نشكر قواتنا الامنيه ونشكر الجيش الابيض اللي هم خط الدفاع الاول، وصراحه احنا نايمين ومتنعمين لو ما هم فضل لهم اولا وفضل الله سبحانه عز وجل، هم قدموا الكثير لنا. التزام المواطنين باجراءات الوقايه من وباء كورونا بلبسهم الكمامات والكفوف دليل على وعيهم وحرصهم للحفاظ على سلامتهم وسلامة عوائلهم من جائحة كورونا. لبرنامج بين الناس، سرمد الطائي، تكريت. أعزائي المشاهدين، الحقيقة بلدية تكريت من الدوائر الخدمية المهمة اللي تخدم أهلنا في داخل مركز المدينة. يعني اليوم فروعها الموجودة في داخل الأقضية والنواحي نشوف أكو اهتمام. يعني إذا كانت البلدية يعني قبل جائحة كورونا تهتم بالمواطن أو بالمناطق 20% أو 30%، هسه أصبحت 100%. ليش؟ لأن إحنا التنظيف مطلوب، الإدامة مطلوبة، يعني مكافحة الذباب والبعوض والأمور الناقلة مطلوبة. ولذلك نشوف هذه الدائرة مع استلام الأخ أنس الفراس مدير بلدية تكريت، هذا الفتى يعني يريد يقدم خدمة لأهالي المنطقة. حقيقة احنا زرناه وكانت لفضائية صلاح الدين لقاء معه، نريد نعرف إن شاء الله الآفاق المستقبلية اللي يقدمها مدير بلدية تكريت. ومن ضمنها حقيقة كانت هناك كثير من الأمور بعد أن جلسنا وياه قدمنا له، هي أنه أكو الناس تطلب عدة مطالب من خلال بلدية تكريت واقتراحات معينة، هو الرجل يعني كان يعني إلى استجابة لهذا الموضوع. فبلدية تكريت مثل ما أشرت قبل في مقدمة الحلقة أنه أكو استجابة، أكو إحنا أهم أسلوب أنه متابعة الفضائيات أو الوسائل الإعلام في سبيل معالجة كل القضايا. يعني اليوم إحنا نتحدث في وسائل الإعلام سواء بالمرئية المقروءة المسموعة، تحدثنا عن دائرة معينة، نرجع مرة ثانية نشوف نفس الحالة، ما 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 صار شيء يعني. فلذلك إحنا أتمنى أنه تكون يعني هناك استجابة لهذه المواضيع من خلال يعني الدوائر الموجودة ومن خلال ما يقدموه من وسائل الإعلام حتى توصل إلى المعنيين. خلوا نروح وياكم نشوف شو تحدث لنا مدير بلدية تكريت. أعزائي المشاهدين، أيضا يعني يسرنا أن نلتقي بالأستاذ أنس الفراس مدير بلدية تكريت. حياك الله أستاذ أنس. شكرا جزيلا لك أستاذ وليد، لكم والكادر فضائية صلاح الدين والمتابعيكم الكرام. بداية حقيقة نبارك لكم المنصب إن شاء الله خدمة لهذه المدينة، وفقكم الله. أستاذ أنس، الكل ينتظر الآن من خلال شاشة صلاح الدين وبرنامجنا إن شاء الله الآفاق المستقبلية لخططكم، وإحنا يعني بداية وجهنا شكر لكم باسم فضائية صلاح الدين وبرنامج بين الناس للتواصل معنا في سبيل خدمة المواطن. فكيف تقرؤون المستقبل إن شاء الله بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال جهدنا وجهدكم يلتقي بنقطة واحدة هي خدمة المواطن. طبعا الدور الإعلامي والدور الخدمي يلتقي بنفس المصب. نحن إن شاء الله مستمرين وحسب الأمر الذي كلفنا به وغايتنا الأساسية وتقديم الخدمة المواطن الكريم. بداية عملنا كان إعادة تنظيم للكوادر وللموارد الموجودة في البلدية. حقيقة أكيد أكو يعني إشكالات ويعني مصاعب، لله الحمد
وبدعم السيد محافظ صلاح الدين المحترم الدكتور عمار جبر أولى بلدية تكريت اهتمام كبير ودعمها دعم كامل، وشرفنا بزيارة وهو متواصل بشكل دقيق ومطلع على جميع أعمال البلدية. بعد ما عندنا تنظيم عمل الكوادر كانت عندنا أولوية مستعجلة وهي منطقة القادسية وتليها أيضا منطقة الديوم. هدفنا الرئيسي كان هو إعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة. كما هو معلوم وليس خفي للجميع أن هنالك مشروع مجاري القادسية هو مشروع مستمر، ولا يمكن للبلدية بأي حال من الأحوال أن تقوم بإجراء عملية تبليط للشوارع، ولكن هنالك شوارع مؤهلة وكاملة وهنالك مجالات أخرى للجهد الخدمي ممكن أن تقدم بها، من ضمنها الشوارع الرئيسية مثل ما ذكرت، وأيضا هنالك حدائق ومتنزهات موجودة في منطقة القادسية. كانت لنا زيارات متعددة لمنطقة القادسية وللقسم البلدي بالقادسية. اختصر الموضوع بأنه أجريت حملات متعددة وهنالك خطط لتأهيل عدد من المتنزهات. طبعا من الأمور اللي لاحظناها يعني وشخصناها التشخيص السريع، للأسف يوجد تقصير من مواطننا، من بعض المواطنين تجاه المرافق الخدمية المعنية بخدمة المواطن، وضمنها الحدائق والمتنزهات طبعا وبطبيعة الحال أيضا الشوارع. كانت هنالك للأسف تجاوزات وهنالك رمي عشوائي للنفايات والأنقاض. مثل ما تعرف أستاذ وليد، شارع البلاج على سبيل المثال هو شارع متكامل، بنايات حديثة متطورة، مراكز تجارية كبيرة، ولكن ما هو موجود كان في السابق هي تجاوزات عشوائية أثرت على جمالية الشارع وبالتالي أثرت على المواطن بشكل سلبي من قبل بعض الأشخاص. رفعنا غالبية التجاوزات الموجودة في هذا الشارع وتواصلنا مع أصحاب المحلات بضرورة أن يكون لديهم شعور بالمسؤولية تجاه هذا المرفق الذي يعنيهم أولا وأخيرا، ولله الحمد ظهر بمظهر جيد ولائق يعني بالحد الأدنى اللي ممكن أنه يقدم. الإضافة إلى أنه الحدائق أيضا هنالك حدائق، إحدى الحدائق في منطقة القادسية منفذة تنفيذ عصري وحديث، وكانت النباتات مدامة والحديقة تتواجد فيها جميع المرافق المهمة، ولكن للأسف التقينا أيضا بنفس المشكلة وهي تقصير المواطن فيما يخص النظافة. يعني تواجد بهذه الحديقة اللي هي وجدت الخدمته، ولكن للأسف تعامل يكون تعامل سلبي من حيث الرمي العشوائي للنفايات وتعريض بعض المحتويات الحديقة للضرر أو التخريب لا سمح الله، يعني من بالحالات اللي شفناها. نعم إن شاء الله نستبشر خير بالأيام. أنا أرسل رسالة اطمئنان لمواطننا الكريم. أولا السيد المحافظ المحترم أولى بلدية تكريت اهتمام كبير مثل ما أسلفت، وأيضا لدينا خطط مستقبلية للعمل وخطط آنية. طبعا نعمل حاليا بما هو متاح ونحاول نطور عملنا إن شاء الله. هنالك أيضا اليوم بجهد تطوعي حقيقة حملة لترقيعات بعض الشوارع، عالجنا بعض التخسفات الموجودة أيضا بجهد ذاتي، ولدينا أيضا الديوم إن شاء الله قريبا جدا. طبعا أكو أعمال هي مستمرة لحد هذه اللحظة، ولكن الخطة الرئيسية المعدة لمنطقة الديوم هي إن شاء الله بالقريب العاجل راح يسألنا المواطن يقول الخطط المستقبلية الديوم التبليط ما إلى ذلك. لن نعلن عن أي خطة مستقبلية لحين المباشرة والشروع بالمباشرة بها بصورة فعلية على أرض الواقع. وأنا ذكرت ذلك سابقا لتأمين الشفافية والمصداقية مع مواطننا الكريم. استبشروا خيرا إن شاء الله، كوادركم وأخوتكم موجودين بالجهد الخدمي. أنا رأيت بأم عيني عمال يعملون لمدة 12 ساعة دون كلل وملل، أبطال أصحاب الأيادي النظيفة يعملون عملوا في منطقة القادسية. سألت أحد العمال عن عدد ساعات العمل وهو متبرعا ومتطوعا رغم انتهاء الشفت الصباحي، أصر أن يستمر حتى الشفت المسائي دون طلب من أحد. فالكوادر هي على نفس هذه الوتيرة ونفس هذه الحماسة، الأمور إن شاء الله تبشر بخير. أخوانكم بالبلدية كل من ابتداء من المدير وانتهاء بأي موظف آخر الهمة عالية جدا والاهتمام من قبل السيد المحافظ موجود. كل ما نطلبه هو أن يمد
المواطن لنا يد العون فيما يخص أن يعاوننا في الاهتمام بالشوارع وعدم التجاوز على الأراضي التابعة للبلدية، عدم رمي العشوائي لنفايات والأنقاض. إن شاء الله الموفقين لكم أستاذ. شكرا جزيلا أستاذ وليد، شكرا. أعزائي المشاهدين، حقيقة على قضايا بيجي ينضم معي الأستاذ محمد محمود مدير ما صلاح الدين. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد وعلى مستمعينك الكرام. الله يبارك فيك. أستاذ محمد، حقيقة كان لنا اتصال مع الأستاذ سعد خزع القائم مقام بيجي، لكن الظاهر هو الرجل مشغول. الحقيقة كنت أنت من ضمن مدراء الدوائر الموجودين قبل كم يوم في الحملة الكبيرة لقضاء بيجي، ونتمنى إن شاء الله أن يعود هذا القضاء. يعني مختصر، احنا راح نسألك سؤالين فقط عن البيجي وذهابكم والأمور الخدمية اللي تقدمها دائرة الماء، فكيف كان يعني ذهابكم إلى هذا القضاء والبدء إن شاء الله بهذه الحملة الكبيرة؟ بداية أرحب بك وأرحب بمستمعينك الكرام. قضاء بيجي كما تعلمون قضاء منكوب بتصويت مجلس النواب العراق الموقر. هذا القضاء لما يعانيه من دمار، يعني دمار في البنى التحتية، دمار في الممتلكات العامة ودمار في الممتلكات الخاصة. احنا لديك كلامي في محورين. كلامي في محور بداية مشروع ما بيجي الموحد اللي يعتبره هو المصدر الرئيسي لإيصال الماء الصالح للشرب لأهالي بيجي، والمحور الثاني هو محور الحملة البلدية اللي حاليا تقوم بها بتوجيه من سيد المحافظ المحترم. فيما يخص مشروع ما بيجي، مشروع ما بيجي بتوجيه من سيد المحافظ المحترم، يعني بدينا نشتغل قبل تقريبا على ما يقارب أكثر من 6 أشهر لصيانة وتأهيل مشروع ما بيجي الموحد، والحمد لله العمل وصل إلى مراحل متقدمة والعمل يعني ينجز بطريقة فنية مدروسة. يعني المشروع راح يعني يرجع إلى وكأنما يعني الصيانة اللي صارت به هي من الألف إلى الياء في كل مفاصله، يعني متكامل إن شاء الله نقدر نقول متكامل إن شاء الله، وصلنا نسبة جدا متقدمة. والمشروع هو من شقين، هو مشروع ممول من قبل المحافظة ومن قبل السيد المحافظ مشكورا، يعني هو بإشرافه وكانت له عدة زيارات للمشروع لمتابعة العمل، وكذلك نحن يعني في إجازة تقريبا يومي وأسبوعي وشهري للعمل وتقديمه على أمام أنظار السيد المحافظ. والشقة الثاني هو جزء من المشروع، هو محال من قبل منظمة UNDP، ومن خلال يعني بدعتكم الموقرة أعلن لأهالي بيجي كذلك يوجد حاليا على منظمة UNDP في حالة شبكة ماء بيجي المتضررة من جراء العمليات العسكرية في اللي صارت في بيجي. نعم. المحور الثاني هو المحور الحملة اللي قادها سيد المحافظ المحترم، استضافت كل جهود الدوائر البلدية وكل دوائر محافظة صلاح الدين استنفرت جهودها بكم هائل، يعني حسب معلومات بأكثر من 200 آلية تخصصية حاليا تعمل لغرض إزالة الأنقاض والبنايات المدمرة. نعم. كان لنا دور في هذا الحملة لرفضها في آليات قلابات وكذلك حصارات وكذلك الجهات الساندة الأخرى اللي ترافق الحملة هي كوادر مركز ما بيجي لغرض يعني تصليح العوارض، سواء أنبوب يعني يتم كسره خلال التنظيف أو غير ذلك. كوادرنا موجودة والسيد المحافظ متابع بشكل يومي لهذه الحملة، وإن شاء الله هذه الحملة تقلل على تنظيف مدينة بيجي من ركام الحرب وتنفض غبار الحرب لكي تبدأ بمرحلة جديدة هي مرحلة الإعمار، وإن شاء الله هذه بيجي يعني يشاهدون هذا حاليا يشاهدون هذا الحملة وهم من الشواهد الموجودين على هذا الحمل.
استاذ محمد، ايضا احنا ان شاء الله قناه صلاح الدين الفضائيه متابعه معكم، وبجهودكم وجهود كل الخير ان شاء الله يرجع قضاء بيجي ينضم الى مدن محافظه صلاح الدين. انا اشكرك واشكر انضمامك معي استاذ محمد محمود، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. اذا كان معي الاستاذ محمد محمود مدير دائره ماء صلاح الدين، وهذا الكلام عن الحمله الكبيره لقضاء بيجي. أعزائي المشاهدين، الحقيقة يعني أكو فقرة جميلة جدا راح نخرج بها عن الجائحة ونخرج بها عن المواضيع الروتينية اللي إحنا قدمناها من خلال هذه الأيام. قسم النشاطات الطلابية في جامعة تكريت رغم وجود يعني هذه الجائحة ورغم وجود المصاعب، لكن نشوف أكو هناك حقيقة يعني حملات لتعمير البنى التحتية في هذه الجامعة، ونشوف حركة الشباب ليل نهار في سبيل أعمار وترتيب وتقديم كل ما هو يمكن تقديمه من خلال هذه الأيام. يعني احنا مثل ما نشوف طلاب ما موجودين والساحة متوفرة لهم للتعمير والترتيب وتقديم ما هو يريد المواطن ويريد الطالب أيضا من خلال إن شاء الله العام المقبل. احنا نشوف إن شاء الله إذا الله سهل علينا نشوف بداية السنة يعني إن شاء الله الدوام والأمور ترجع، ندعي من الله سبحانه وتعالى نشوف هذا القسم اللي هو قسم النشاطات الطلابية ألفت بصمة خاصة في جامعة تكريت وتقديم المساعدة والبناء وترتيب كل ما تريده هذه الجامعة ورئاسة الجامعة من التعمير للبناء التحتية. خلنا نروح نشوف وياكم هذا التقرير عن هذا القسم اللي هو قسم النشاطات الطلابية في جامعة تكريت. رغم جائحة كورونا تواصل جامعة تكريت حملتها العمرانية والمتمثلة بإعادة وتأهيل البنى التحتية والمرافق الحيوية داخل الجامعة، والتي شملت العديد من الأقسام المهمة منها قسم النشاطات الطلابية لما يمثله هذا القسم من مرتكز أساسي يعكس صورة جامعة تكريت بين باقي الجامعات العراقية من حيث النشاطات الرياضية والفنية وكل ما هو على تماس مباشر بهذا الخصوص. بالنسبة لإعادة تأهيل وصيانة بناية النشاطات الرياضية، الحقيقة هذه البناية فيها مشاكل هندسية في الأسس حسب ما عرفت من السادة المهندسين وفي أحواض التعفين، إضافة إلى أنه البناية أساساً هي عبارة عن منازع للطلبة وحمامات للطلبة أي تستخدم فيها كميات كبيرة جداً من المياه، فحصلت فيها تكهفات تحت تربتها وحصل في يعني ضرر في الأسس وضرر في الجدران وحتى ضرر في السقوف. عملنا على تأهيل البناية من جديد عبر آلية التنفيذ المباشر بعد أن كلفت لجنة من السادة المهندسين لتنفيذ العمل، والحقيقة أعتقد قبل العيد مباشرة تم الانتهاء من إعادة التأهيل. البناية الحقيقة ومكاتب البناية تحتاج أيضا إلى أثاث المكتبي قديم جدا ولم تمتد لها يد التأهيل منذ أنشئت هذه البناية، وهذه البناية هي مهمة جدا كون جميع النشاطات الرياضية التي تحصل في الجامعة تحصل الإدارة في هذه البناية، فدعم من الجامعة للنشاطات الرياضية وما للنشاط الرياضي من تأثير على زيادة رانك الجامعة، فقد عمدنا على إعادة تأهيلها وصيانتها وسوف تؤثث بعد انتهاء الحظر إن شاء الله ويعود الموظفين إلى العمل في هذه البناية.
خلال هذه الفترة اللي تزامنت مع وجود الحظر الشامل أو الجزئي في المحافظة وانقطاع الدوام في الجامعة، وضعت الجامعة خطة لغرض إعادة وتأهيل عدد من الأبنية المهمة واللي تحتاجها ولتكون جاهزة في حالة عودة الدوام الرسمي لاستقبال الطلبة والقيام بنشاطاتها المعتادة. ومن ضمن هذه الأبنية اللي تم إعادة تأهيلها هي بناية النشاطات الطلابية. يعني موضوع النشاطات الطلابية من الأمور المهمة اللي تهتم بها الجامعة وتأخذ على عاتقها من أجل ضمان توفير بيئة مناسبة ومريحة للطلبة لأداء نشاطاتهم على أكمل وجه، حيث للجامعة اهتمامات كبيرة في هذا المجال في مجالات الرياضية والمجالات الفنية أو النشاطات الكشفية. تم إعادة تأهيل البناية لتكون بأكمل وجه وأفضل بما يلائم ومكانة الجامعة، والحمد لله اليوم تقريبا شارفت الكوادر الهندسية على إنجاز هذا العمل. إذن الرياضة كانت وما زالت لها الدور الأساسي والفعلي في رقي المجتمعات وإزدهارها، وفي ضوء ذلك يتم تقييم عمل الجامعات سنويا حسب أعداد المشاركة ونتائجها على صعيد الجامعات. شكري وتقديري العاليين للسيد رئيس الجامعة المحترم سيد الدكتور جهاد ذياب محل لما تم إنجازه من عمل في قسم النشاط الطلابية في ظروف صعبة جدا، جائحة كورونا التقشف، لأنه القسم كان مهمل بدرجة يعني لا يصلح للحياة الطبيعية مو كموظفين. فشكرا جزيلا للسيد رئيس الجامعة على متابعة العمل بشكل يومي وإنجاز العمل بمستوى عالي من الحرص والأمانة، جزاه الله كل خير. ونتمنى أن يكمل جميله السيد رئيس الجامعة ويكون أثاثنا بمستوى الترميم، فألف شكر. والشكر موصول للسيد المساعد الإداري رئيس الجامعة المحترم الأستاذ الدكتور جاسم عباس، وذلك الرجل الذي يتفانى من أجل إنجاز الأعمال بكل دقة وأمانة. الرجل رياضي بامتياز لا يتوانى في دعم الرياضيين في الجامعة أو خارج الجامعة. أتمنى له التوفيق وجزاه الله خير الجزاء. باشرت قسم شؤون الديوان شعبة الصيانة والخدمات وإشارة إلى توجيه السيد رئيس الجامعة وبمتابعة مباشرة ومن قبل السيد المساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية بحملة إعادة تأهيل جميع مرافق وأقسام رئاسة الجامعة، حيث من ضمن الأقسام التي باشر القسم بإعادة تأهيلها هو قسم النشاطات الطلابية، حيث شمل التأهيل تغليف الجدران وتأهيل الصحيات الكافة لقسم النشاطات، إضافة إلى تغليف الجدران الخارجية بمادة المرمر والحلان، وشمل أيضا إعادة تأهيل التأسيسات الكهربائية كافة في جميع مرافق الجامعة. بين الناس بينكم نبحث عن همومكم. حرام بس عيط ابشي صحت هذا قلبها يدق اي والله يدق هذا من ضيمة من ضيمة الشيخ ذاك السبع يرجع بالسلامة. عندي بنية اشتراها الدواء عش ضحايا الإرهاب، بس كلها تمشي معاها لحد الآن ما مشيت لها بمعامل عمرها 4 سنين جدا. بين الناس عطاؤنا عطاء.
أعزائي المشاهدين، برنامج بين الناس نشوفه يعني دائما أكو شيء ترابطي بينه وبين المواطن. يعني اليوم إحنا مثلا قدرنا نروح إلى منطقة معينة نصور، رغم وجود يعني الصعوبة شوية بالتنقل بالحركة، يعني أكو فد نوع من التحفظ، يعني شوف الناس ما يريدون يحشون لأنه ملتزمة في البيوت وملتزمة في حجرهم، احنا هذا اللي نتمناه. لكن تبقى وسائل الإعلام والفضائيات والإذاعات المرئية والمقروءة والمسموعة يجب أن دائما يعني توعي المواطن أنه يا أخوان الخطر ترى كبير جدا، خلنا نحافظ على أنفسنا وعوائلنا. يعني أحد العوائل اللي احنا نعرفها أصدقائنا في بغداد تقول يعني الحديقة امتلأت من قناني الأكسجين، يعني قال لها أنت امرأة أو أم روحي انحجري بالبيت، وبيتهم قريب من مستشفى اليرموك، فالمنظر لقناني الأكسجين ممتلأ الحديقة لأن هي بالبيت ومقفول عليها الباب. ونشوف يقول الموقف الحقيقة الذي أثر بي أنه واحد من أطفالها يبكي يريد يروح عليها للغرفة بس ما يخلوها، ما يخلوهم يفوت هذا الطفل إلى هذه الأم. الحمد لله يعني صار 14 يوم أكو فرق إن شاء الله وبدت تتعافى إن شاء الله، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مرضانا ومرضى المسلمين. لذلك يا أخوان الموقف مؤلم والصورة مثل ما يعني أنتم تتصوروها وأكثر، خلنا نحافظ على عوائلنا وأنفسنا وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يزيل هذه الغمة علينا. الحقيقة إحنا دائما أرقامنا موجودة ونتلقى كل الاتصالات في سبيل مواطننا العزيز. شكر موصول لزملائي أيهم وأثير محمد الدوري، وشكر لزميلي المخرج محمد خطاب. ألتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي محدثكم وليد المدني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شاريع لا كهرب بجبلي، مي ماكو ابدا مو برايم، وهذا انا هالخاليه بتك فلوس ما عندي تروح على الطبيب. احنا ما لنا حال يابا، ما حد يداعي بينا ولا حد فطاننا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك احنا عراقيين. الفضائي صلاح الدين مرسال دزيت واشتيلهم حال العدايم يا حالي، مية جليب وقفرة دهن زيت وبس الله غفار يعلم بحالي، تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت ولا الحطب شقق جدايد ذيالي، وبشيب عبرة وبالعبرة تهجيت. تعباني حبيبي وما عندي غير الله وهو الشباش وهي اسمها قفاك السلاجة، ما عندي غير رحمة الله. ماكو احسن من رحمة الله؟ اي والله عند رحمة الله، الله كريم.